التليفون من كابتن اشرف عبد الجليل، نجم ولاعب نادي الزمالك السابق. مساء الخير يا كابتن. انا مساء الخير كابتن، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا كابتن، يا رب تكون بخير. يا رب الحمد لله كله بخير يا رب دايما. في البدايه طبعا يعني لازم ابارك لك على الكونفدراليه وعلى حصد البطوله. في البدايه بنهنئ نفسنا كزملكاويه كجماهير وابناء الزمالك والحصول على الكونفدراليه، ومن حقنا نفرح والنادي كله يفرح وكل لعبه تفرح. مبروك للزمالك وجماهيره وشعب الزمالك الحبيب يا رب. عايزه طبعا اتكلم حضرتك عن مباراه امبارح الزمالك امام فيوتشر والتعادل الايجابي في هذه المباراه. خليني اقول لحضرتك، كان المفروض دي دفعه معنويه بعد حصول الزمالك على الكونفدراليه. كان لازم نكون ننزل نكون احسن من كده امبارح. طبعا في اصابات والغيابات كتير اثرت على اللعب امبارح بشكل سلبي كتير جدا. بعض اللعيبه في الاماكن او المراكز المختلفه برضو اختلفت معانا في الماتش امبارح. طبعا يمكن الهدف اللي احرزناه امبارح او اللي جه فيها امبارح فان الزمالك اتلعب في ظهر ابراهيم النضاي اللي هو مش بيلعب باك ليفت اساسا. تمام، ففرقت معانا جود التمركز الغير جيد، فرق معانا كويس قوي في الملعب، لكن ده برضه مش هيأثر علينا بالسلب. الماتش اللي جاي ماتش الاتحاد السكندري، فاتمنى نحافظ على الترتيب في جدول الدوري وان احنا ناخد دفعه معنويه من بطوله الكونفدراليه، ان ده الماتش النهارده في يوتشر ما يأثرش علينا بالسلب. اتمنى ده يكون دافع قوي، دافع ايجابي ان احنا تعدينا. لا احنا لازم نكمل، ولازم نكمل انتصارات، ولازم ايه اللعيبه تعرف ده كويس قوي بالظبط ان احنا لازم نكمل انتصار. المفروض كده دافع دفعه معنويه كونفدراليه ما تخليش ما تأثرش بالسلب، تبقى تأثير ايجابي اعلى. فهنقول ماتش فيوتشر صفحه وهنطوي الصفحه بشكل كويس، ونبدا نستعد لماتش الاتحاد السكندري بشكل كويس قوي ونعوض الاصابات. طبعا احنا انا حزين جدا طبعا على اصابه احمد حمدي، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ربنا يشفيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. برامين طبعا فرق معانا في الماتش امبارح قوي، فرق معانا اصابه فتوح طبعا. فرق معانا قوي طبعا برضه. بعض اللعيبه من الاجهاد البطوله الكونفدراليه والتركيز العالي اللي كان موجود في بطوله افريقيا اثر بالسلب والاجهاد قوي على لعيبه كتير جدا. اتمنى هم يخرجوا من الحاله دي، ويمكن مترجمين قال امبارح اتمنى اللعيبه ما تاثرش على ماتش فيوتشر بالسلب، واستعداد لماتش الاتحاد السكندري نبدا نستعد ونبدا نفكر ايه الاخطاء اللي اشتغلنا اللي وقعنا فيها عشان نشتغل عليها. تصحيح الاخطاء لازم يصلح بعد شكل عالي جدا، وخصوصا في التمركز الدفاعي عندنا مشكله في الجزء ده. عندنا مشكله في الناحيه الدفاعيه في التمركز الدفاعي في الاهداف اللي بتيجي فينا. طب كابتن، هي المشكله ممكن كمان تبقى فكره الاجهاد اثر شويه على اللعيبه؟ يعني هي المشكله امبارح كانت بدنيه ولا ذهنيه؟ هو كانت مؤثره الاثنين، الناحيه الذهنيه والناحيه البدنيه. ان انا عملت ماتشات عالي جدا، ويمكن كان التركيز عليك جدا في نهائي الكونفدراليه، فكان ذهني كمان واكتر من بدني. فكان تركيز عليك جدا، فبيأثر عليا ذهنيا وبدنيا. بس كنت المفروض ان انا اكون واخد ده يبقى دافع قوي مش دافع سلبي. يبقى دافع بشكل قوي ان انا انزل في ماتشات الدوري، يبقى انا عندي دافع قوي ان انا بطل كونفدراليه. فده انا بلاعب، وامبارح كنت بلاعب فرقه محترمه، مدير فني محترم كابتن طلعت يوسف، فرقه محترمه فرقه فيوتشر. يمكن فرقه فيوتشر كان عندي ان انا كسبانه في الكونفدراليه، فكان هو امبارح ند قوي بالنسبه لك، او عايز يعمل يعني نوع من اثبات الذات. ان انا كسبتني في الكونفدراليه فمش هتكسبني النهارده في الدوري. فده كان هيدافع قوي بالنسبه للفيوتشر، وما كانش دافع قوي للاعبين الزمالك. ايوه، فكنت اتمنى ده يكون دافع قوي للاعبين الزمالك، لان الانتصار بيجيب انتصار، المكسب بيجيب مكسب. المكسب يمكن في بعض الحالات في المكسب بتتغاضى عن بعض المواقف السلبيه اللي بتحصل في الماتشات، لكن لما بتخسر او بتتعادل فبيبان المواقف السلبيه، فتبدا تعالج عليها وتشتغل عليها ان شاء الله. خاصه انك انت كمان محتاج تصحح يعني اوضاعك في الدوري الفتره اللي جايه. محتاجة اصحح مصاري، ومحتاجة اصحح ترتيبي في الجدول الدوري. ده مش المكانة ولا الترتيب اللي ليه بنادي الزمالك وجماهيره، مجلس ادارته المحترم اللي بيساند الفرقة من اول ما جه واشتغل معاهم، مش ده مركز ليه بنادي الزمالك. دي حقيقة. حضرتك كابتن بتتكلم ان احنا عندنا مشكلة في تمركز الدفاع، هل ده يعني كان سببه برضه امبارح هو ان جوميز لجأ شوية لبعض التغييرات نظرا لغياب فتوح؟ خليني اقول لحضرتك حاجه، يمكن لجا امبارح لغياب فتوح لعب ابراهيم نضاي. ابراهيم نضاي مش باك ليفت اساسا. يمكن الكره اللي جه فينا امبارح كره اتلعبت من مره ابراهيم نضاي واتعملت بالعرض كروس عرضيه، فما كناش ماسكين كويس في ال 18. تمام، فكنت انا ممكن من وجهه نظري ان كان ممكن عمر جابر يلعب باك ليفت. كان ممكن واحد من السيرفكات التانيين، كان ياسر حمد كان لعبه برجله في الملعب دلوقتي. كان ممكن لعب واحد لعب منهم ناحيه اليمين، وكان لعب عمر جابر باك ليفت عشان ما اظلمش ابراهيم نضاي واحكم عليه في المكان ده. ايوه، ان عمر جابر ما يعني لعيب دولي وعنده خبراته، بيعرف يقفل كويس قوي سواء باك ليفت او باك رايت، بقى حافظ المكان بتاعه وبيشتغل بشكل كويس قوي، فكانت هتفرق معايا في التمركز ده الجيد ان انا اقفل على الطرفين ازاي مع فرقه فيوتشر. فدي كانت هتفرق قوي. وطبعا مش هقدر احكم على لعيب النهارده في الملعب وهو مش في مركزه.
بس هو برضه يا كابتن لو جيت فكرت وهتلاقيه مضطر وعنده غيابات طبعا. كتيره جدا. يعني تتكلم فتوح، يعني احنا مثلا في فكره الدفاع دي احنا طول الكونفدراليه الحمد لله كنا ماشيين بشكل كويس جدا، ولكن انت مضطر طبعا في مباراه زي دي لعيبتك مجهده، لعيبتك تعبانه، انت كنت بتلعب ماتش يوم الاحد وبعدها ماتش الخميس، انت حتى ما لحقتش تعمل استشفاء بشكل كبير جدا تستعد حتى للمباراه. خليني اقول لحضرتك برضو ان احنا بنقول، انا بقول وانا بره مش شايف الموقف من جوه الفرقه نفسها. فالمدير الفني ادرى صح واحد بلاعيبته وامكانيات لعيبته، مين اللي جاهز ومين اللي مش جاهز ومين اللي بيشتغل معاه. المدربين الاجانب بيحسوا كويس قوي بلعيبتهم اللي في التمرين، اللي هو شايفه قدامه في التمرين هو اللي بيشتغل وبيقدر يحط على النقط القوه ونقط القوه ونقط الضعف عنده في الفرقه، يقدر يحط التشكيل اللي هو شايفه المناسب اللي هو شايف بيناسب طريقه لعبه هو اللي بيشتغل بيها. انا ممكن اقول لحضرتك هنحط تشكيل واحد واثنين وثلاثه واللاعب فلان واللاعب فلان، لكن هو التشكيل الانسب اللي بيشوفه قدامه في التمرين. انا دي دايما وجهه نظري يا كابتن. يعني ناس كتير بتقعد تتكلم على فكره ان المدير الفني لازم يعمل كذا ولازم يعمل كذا، احنا بنتناقش فنيا، ولكن طبعا هو اكتر حد مسؤول طبعا في النهايه، هو اللي بيلام وهو اللي بيحاسب. تمام تمام ما انا بقول لحضرتك اكتر واحد على درايه كامله بامكانيات لعيبته هو المدير الفني. هو اللي موجود، احنا بنشتغل بشكل فني واحنا بره. صح. فاحنا بنقول ده مين يلعب ومين مين يبدا مين ما يبداش، مين يشتغل في الاول مين ما يشتغلش، واحنا موجودين بره. انما هو اكتر مدرب او اكتر انسان على درايه كامله بلاعيبته هو المدير الفني. دي حقيقه. هو اللي يقدر يحدد المراكز اللي تشتغل فيها، هو اللي شايف لعيبته مين يلعب مكان التاني. وخدي بالها هقول لحضرتك حاجه، احنا يمكن الاصابات او الايقافات او الاصابات او الاصابات البعيده او الاجهاد ظلم المجموعه في ماتش امبارح. بس عنده مجموعه كتير جدا مصابه، عنده مجموعه كتير جدا مجهده من البطوله الافريقيه، ده كان اجهاد نفسي واجهاد ذهني واجهاد بدني عالي جدا. دي حقيقه. الموضوع فعلا كان صعب، يعني لو حطينا نفسنا مكانه ما نلاقي الموضوع كان صعب جدا عليهم بالذات نفسيا يا كابتن. طبعا دي حقيقه. الضغط ضغطات. النفسي كان عالي عليك جدا، ان انت النهارده كنت بتلعب نهائي الكونفدراليه، انت خسران هناك 2-1. انت كنت بتلعب نهائي الكونفدراليه وحرصت هدف، فكنت خايف يجي في الجول، فالتركيز صح. كان عالي جدا. صح. التركيز الذهني بيبقى اكتر من التركيز البدني. التركيز البدني فعلا. الذهني بيبقى عالي عليك. جدا. التركيز الذهني بيأثر جدا على فنيته وبيأثر جدا على الجزء البدني في الملعب. ايوه. فده كان تركيزه عالي جدا، فاللعيبه خرجت من حاله تركيز عاليه جدا. فاتمنى ان شاء الله رب العالمين ان احنا نصحح مظهرنا في الدوري، نبدا نستعد لماتش الاتحاد اللي جاي بشكل كويس قوي، نبدا ننسى بقى ماتش فيوتشر خلاص التعادل الصفحه اتقفلت، نبدا نشتغل على اخطائنا، نبدا نشتغل على ايجابياتنا، نبدا نشتغل تصليح سلبياتنا عشان نبدا نشتغل عليها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هل يا كابتن حضرتك شايف ان في لعيبه الفتره الجايه جوميز محتاج ان هو يعتمد عليهم؟ هو محتاج يعتمد على اللعيبه الفتره اللي جايه كتير جدا، ومحتاج هو يثبت التشكيل عشان يشتغل عليه الفتره عاليه جدا. بس قلنا لحضرتك في الاول ان غصبا عني كمدير فني بتحكمني الغيابات وبتحكمني الاصابات. انت كمان الفتره اللي فاتت كنت عندك دوري وكونفدراليه، هنا بتلعب بلعيبه وهنا بتلعب بلعيبه. تمام تمام دي حقيقه. كان في لعيبه عندي محتاجه في الكونفدراليه مش متأيده، مش متأيده افريقيا. صح. وبتلعب معايا في الدوري. فانا النهارده هيبقى في طريقه لعب مختلفه، او لازم اعمل دمج بين المجموعه عشان اشتغل خلاص. انا مفيش قدامك الدوري وكاس دلوقتي. لازم اصحح مصاري في الدوري كويس قوي، لازم اصحح ترتيب نادي الزمالك، وده ساعدني ان انا اخد البطوله لبطوله الكاس عشان هبدا اشتغل على بطوله جديده بقى خلاص. احنا قفلنا صفحه الكونفدراليه. صح. هبدا اشتغل على بطوله جديده عشان نشتغل عليها، لان مش نادي الزمالك يليق باسم المكانه دي او الطريقه او الشكل اللي هشتغل بيه. لو بنتكلم على الثلاث خطوط اللي عندنا، ايه اكتر حضرتك خط او اكتر مراكز محتاجين نشتغل عليهم الفتره اللي جايه؟ بصي هقول لحضرتك، احنا عندنا الشكل الهجومي في نص الملعب والفراوده بقى ماشيين بشكل كويس قوي، في تربط بشكل حلو قوي، دي كوميونيكيشن كده بيحصل عمليه كوميونيكيشن بين اللعيبه وبين بعض. عندي لازم اكون بشتغل على الجزء الكتير جدا محتاج عليه بشكل ايجابي قوي، محتاج اشتغل عليه كتير قوي، الناحيه الدفاعيه. الناحيه الدفاعيه بين السرير باكين والستوبر والباك ليفت والباك رايت، الموضوع تغطيه كفرنج في التغطيه العكسيه. محتاج ان انا اعرف التمركز، لازم يبقى فيه تقريب بين نص الملعب وبين المدافعين، لازم ابدا اشتغل كويس قوي على موضوع التمركز ده، ابدا افوق كويس قوي، لان اللعيب ما بيبقاش في حاله تركيز 90 دقيقه. لازم اكون متعود ان انا حاله مركز 90 دقيقه، في حاله الهجمه ليا وانا بهاجم عن طريق نص الملعب عن طريق زيزو الجزيري شلبي، لازم يكون المدافعين مركزين كويس قوي، مش باصين على الكره بس ومركزين مع الهجمه. لازم اكون مركز مع الهجمه اللي ليا ومركز مع المهاجمين اللي بيتحركوا في المساحات الفاضيه وانا موجود معايا مدافع. فالجزء ده بيفرق معايا قوي، ان يعني في بعض اللعيبه في المدافعين في الدوري المصري عامه تلاقي اللعيب الهجمه ليه على فرقه الخصم او المنافس وهو مركز مع الكره مش مركز مع المطير اللي بتتحرك. فتلاقي الكره لو اتقطعت واتعملت هجمه مرتده انت مش عارف انت واقف فين. صح. فدي لازم اشتغل عليها بشكل كويس قوي. عندنا اثنين لعيبه كويسين قوي، المسلوسي وحسام عبد المجيد، لازم يشتغلوا كويس قوي، لازم يشتغلوا ويبقى في تركيز عالي جدا احسن من كده.
بس انا كابتن شايفه بالعكس، يعني اسمح لي اختلف مع حضرتك في النقطه دي. انا شايفه ان عبد المجيد والمسلوسي يعني في ما بينهم انسجام كبير جدا دفاعيا، بالذات كمان المسلوسي بحكم ان هو طبعا عنده خبرات اكتر من حسام عبد المجيد، ولكن حسام عبد المجيد شايفاه لا مباراه بعد الثانيه، يعني شايفه جامد بشكل فردي كمان شغال معاه بشكل كويس جدا. خليني اقول لحضرتك حاجه، ان الفتره الاخيره كلنا في الفتره اللي فاتت كنا بنلوم على حسام عبد المجيد، الفتره الاخيره حاله التركيز كويسه قوي. صح. حاله التركيز دي خلتني وانا في بطوله افريقيا بقيت فايق، لازم اكمل حاله التركيز دي في ماتشات الدوري، انا محتاج كل مكسب مش محتاج تعادلات. مش محتاج اي ماتشات خساره الفتره الجايه، ولا محتاج اي فتره تعادلات. محتاج ابقى في مستوى ثابت. يعني مستوى كويس ثابت. عندي اثنين بيفرقوا معايا كمان قوي في نص الملعب اللي هو شحاته ودونجا. دول اول خط دفاع قدام ايه؟ المهاجمين المدافعين بتوعي. فدول اللي هم فايقين عليا، بالنسبه لي مش هيبقى في حق في كورات بينيه بتتلعب بين المدافعين، مفيش هجمات بتلعب بين المدافعين بتوعي، بيريحوني كويس قوي لما يكونوا الاثنين دول فايقين. لو لاحظت لو لاحظت في الماتشات اللي فاتت لما كان دونجا بيبقى فايق وشحاته بيبقى فايق، بتلاقي حسام عبد المجيد والمسلوسي فايقين. ليه؟ طبعا. ما بيبقاش في عبء عليهم دايما اختراق من نص الملعب. هم دول بيبقوا اول خط دفاع عندي في نص الملعب قبل ما توصل الكره للمدافعين عندي انا او المهاجم الفريق المنافس. كان بيبقى في عامل دونجا وشحاته بيبقى رافض طبعا من بدري قوي. فدي بتفرق معايا، بتريح المدافعين بشكل حلو قوي. عايز اسالك على شحاته، بما اننا جبنا سيرته، رايك كيف شحاته؟ وان هو قد ايه فارق مع جوميز نظرا لاجادته في اكتر من مركز؟ طيب شحاته لعيب صغير، لعيب منتخب دولي، لعيب دولي منتخب اولمبي. شحاته عنده ميزه، بيقطع كوره كويس، هو بيعرف يطلع بالكوره كويس قوي من نص الملعب. بدليل لو انت شفت لما اتصاب وحصل وخرج من في نهايه الكونفدراليه، بقى عندي عيب عليا على المدافعين، على حسام وعلى المسلوسي. كنا بنقدر يستلم شحاته يقدر يطلع بيها جنب النجوم، يطلع بنص ملعب لعيب كورته كويسه، بيقدر ينقل الهجمه بشكل ايجابي كويس قوي من نص ملعبنا. بيقدر يعمل ربط بين نص الملعب وبين المهاجمين بشكل كويس. لعيب صغير، لعيب فايتر، بيعرف يتحرك في المساحه، بيعرف يشتغل، بقى عنده حل لجوميز، بيعرف يديله اكتر من حل يتوظف في اكتر من مركز في نص ملعب. بالظبط. فدي بتفرق معانا قوي. دي حقيقه، خاصه ان انت عندك غيابات، فهو عنده حلول، يعني عنده حلول من ضمنها بصراحه شحاته، واحد من الناس بصراحه، واحد من اللعيبه اللي خلاص حجز مكانته مع جوميز. دي حقيقه، دي حقيقه. ومع الجماهير كمان. بقى عندي شحاته، بقى عندي دونجا ماشي بشكل كويس قوي، بقى عندي زياد كمال دخل في المجموعه برضه في وسط المجموعه، بقى عندي ناصر ماهر، عندي عبد الله، كان اصابه احمد حمدي كان دخل في وسط المجموعه بشكل عالي قوي جدا، ربنا يرجعه بالسلامه يا رب. عندي زيزو، عندي شلبي بدا يخش بعد الاصابه، بدا يرجع من الاصابه، عندي زيزو بدا يسوى معانا في المجموعه دي، سيف الجزيري بدا يبقى فايق كويس قوي ما شاء الله يعني، سيف الجزيري برضه لعيب كوره، لعيب دولي، يعني لما بيكون فايق بيفوق الفرقه كويس قوي. دي نقطه مهمه جدا، ان الجزيري فعلا يا كابتن لما بيبقى في حالته هنشوف فعلا اهداف. خليني اقول لك ان الجزيري لما يكون في حاله تركيز، مهاجم بالذات لما يكون في حاله تركيز كويسه قوي، بيفرق كويس قوي، بيقدر ينقل هجمتي من نص ملعب وينقل المدافعين، ينقل الفرقه كامله في نص ملعب الخصم او في نص ملعب المنافس. الجزيري لما يكون فايق بيفوق الفرقه. دي حقيقه. فدي فرقت معانا في الفترات في الماتشات اللي فاتت. اتمنى ان شاء الله يبقى في عندي عمليه ربط، في كوميونيكيشن بين المدافعين ونص الملعب والمهاجمين، يبقى نرجع للاداء اللي كان بيشتغل بيه الزمالك او مستر جوميز، حضر اللي لعب الاداء الجمالي، الكره كويسه، اللي بنقدر ننقل الهجمه كويسه قوي، اللي خلى شكل الزمالك بيلعبوا فني وهندسه فعلا من البدايه اول ما جه بيشتغل. يا رب ان شاء الله يا كابتن. انا بشكرك جدا كابتن اشرف عبد الجليل نجم ولاعب نادي الزمالك السابق، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا.